كما تشوف اليوم يعني الماتش سي فري ما كانش فاصل سورتو ف يعني على بالنا باللي اللقاءات هذوما ما يكونوش ساهلين بين يعني ابري 3 ولا 4 جور من اللقاء تاع نصر حسين داي نظن باللي اليوم ادينا اللي علينا منذ بدايه اللقاء حتى النهايه ريحنا بيان كونسونتري وين مالغري كنا ماتش نيل وريحنا شغل نابليكيو في يعني في اللعب تاعنا ما حوسناش يعني على اللعب طويل الحمد لله قدرنا نسجلوا هدف في الدقائق الاخيره هدف الفوز كما قلت فوز ثمين جدا يسمح لنا ان شاء الله باش نكملوا كبير قبل المباراه لعباتكم في المقابله هذه مهمه جدا للانصار لا ما نكذبش عليك حنا دوكا بليز امبورطون ماشي النوع تاع المقابلات حنا على بالك بلي جوزنا يعني واحد الفتره صعيبه وان كان لازم يعني نسترجعوا الثقه نعاودوا نوليو في المنافسه اليوم الحمد لله نشوفوا يعني فريق عاود ولا يعني السكه عاود ولا السكه الصحيحه
بعد يعني شحال من جوله وين ما كناش ملاح، يعني شحال من ديفا ثاني. اليوم يعني نشوفوا الفريق يعني في ثلاث لقاءات عندنا سبع نقاط. الحمد لله يعني واش نقول لك انا، الفوز هذا تاع يعني تاع كاع الانصار اولا لي يعني منذ بدايه الاسبوع من يعني من لقاء خاصه من لقاء تاع اتحاد العاصمه وما عاودوا ولاو في يعني باش يعاونونا ويدعمونا. اليوم ما يشوفوا النتائج بلي كي يوقفوا معنا رانا بري باش نشمخوا القميص وباش نلعبوا يعني بكل قوه ان شاء الله من اجل تشريف هذه الالوان. ابراهيم كما قلت المباراه القادمه المباراه ماضيه ولا لازم ناخذوا اليوم صحتنا ولو ديكليك هذا. الحمد لله اليوم كانت مباراه بطوليه، كنا فايزين، رجعوا في النتيجه، رجعنا في النتيجه. اللاعبين اخذوا بني نفسيين بسيكولوجيك امورهم مناح، بدنيين فنيين تقنيين. رجعت الروح للاداره للانصار الحمد لله، ان شاء الله مقبول على الحد. الان احنا خلاص مباراه البرج راهي جايه، يعني حضرها كما ينبغي. لكن ما قلت خلاص المباراه تاع الفوز الاخير خلانا نصعدوا درجه معنويا. المباراه هذا اليوم اللاعبين امنوا اكدوا، ولو الشوط ما بين شوطين قلنا لهم بلي في مكان الفوز، ولو ان شبه قصد ان الفريق جد منظم سبب لنا مشاكل خاصه في المرتدات. الحمد لله اليوم كما قلت من الناحيه النفسيه لما تكون نفسيا سيكولوجيا فيك ثقه، تكون مامن بقدراتك بالمجموعه، يكون مردود هذا تاع اليوم. ان شاء الله ما تواقفوش على هذا، دائما تواضع، غادي لي بيان سور تيغ. مباراه البرج بعد اربع ايام لازم ناكدوا ناكدوا ناكدوا، لان المولوديه ما فروش تلعب الادوار الاولى. لا هذا ما مر هذا تحليلك. انا مهاجمين ماكرين هذا اليوم داروا حلول. اللمسه الاخيره ناقصه، هذه يعني شغل بروبليم ايجرنال العالم كله. لو عندك لاعبين من طراز عالمي مثل ميسي رونالدو تقدر تدير الفارق. الحمد لله المهم النتيجه، لما الفريق يكون بصحه تجي هذه اللمسه الاخيره وتجي هذه روح اللاعبين المهاجمين. هل هو تغيير اضطراري؟ لا اضطراري، دمو حس شويه الام، حاولنا نغيره، ما خليناش نغامروا به، لان عندنا مباراه قادمه بعد اربع ايام. حابين نفوزوا، دخلنا مهاجمين، فكرنا في شوط ثاني دخلوا بن عروس وبن منصور. كنا احنا نديروا حلول، احنا نديروا حلول، وناكد لك كنا حنديروا ثلاث تغييرات، كنا حندخلوا درجة فني، كنا حندخلوا ثلاث مهاجمين، يعني كنا حابين نفوزوا اليوم. الاصابه درنا تغيير اضطراري لدمو مع مباراكو. كل مباراة صعبة، لكن نعطيك معلومة، البرج في ميدانو ما عندوش مردود، عنده مردود كوي، لكن ما يربحش كثير في ميدانو. هذه مباراة احنا نحضروها ان شاء الله، وبصفوا لي لافيكتور تاع اليوم. ان شاء الله بعد اربع ايام نكونوا عند حسن ظن الجمهور، ونكونوا احنا مع الفريق الوطني ظالم ومظلوم. ان شاء الله يكون فوز ان شاء الله. شفنا مباراة في تشاكير، عندهم مباراة ممتازة. ان شاء الله تمنوا الجمال بالماضي بدايه، تمنوا مع الطاقم تاعو يكون فيه انتصارات، وتمنوا لهم الاستقرار، خليهم يشتغلوا ان شاء الله المره القادمه. والله الحمد لله الانصار كما قلنا، الانصار هو اللاعب 13 الفريق، كانوا شويه تعبانين من مباراه اخرى بداوا يرجعوا. لما تشوف الجمهور معاك انسان الدقائق الاخيره شد الهدف في الدقائق الاخيره، هذا كله عمل نفسي، والعمل الجمهور عنده 20 ل 30% من العمل النفسي للاعبين. الحمد لله نعاودها لك، ونصالني ومولودية رانا نديروا المهنه تاعنا بكل امانه. مرحبا باللي جا، ما عندنا حتى مشكل، ما عندنا حتى اشكال، ان شاء الله اللي يجي يجيب اضافه. احنا رانا هنا متواضعين نشتغلوا، هذا يقولوا لنا نمشي ونمشيو، جا طاقم يخلينا نخدموا معاه نشتغلوا معاه. احنا رانا نديروا هذه بكل امانه، ان شاء الله يكونوا ما قصرناش، ان شاء الله ربي يوفقنا، وان شاء الله يجيبوا مدرب اللي عاد يجيب اضافه احسن منا. مرحبا، ما عندنا حتى مشكل حنايا. تنشيني تسمى للانتصارات باش هما حتى معنويا تكون جيدة. حسينا اليوم الحمد لله بفضل ربي الفوز هذا، وبفضل اللاعبين على كل حال. حسينا في الشوط الثاني كانت عندهم رغبة وعزيمة، خاصة كي عدلوا النتيجة تأثروا شي بعض الشيء. الحمد لله عرفنا كيش نعاودوا نقولوا في النتيجة، حتى اللاعبين اللي دخلوا في الشوط الثاني عطاوا الإضافة، وتحس باللي حابين الفوز يعني خاصة في الشوط الثاني. إن شاء الله نكملوا المباريات هذه الثلاثة الأخيرة، كل لاعبين عندما يدخلوا يعطوا الإضافة، وهذه الأهم. في بعض الأحيان اللي يكونوا أساسيين ولا اللي يكونوا في الاحتياط هما اللي يغيروا لك النتيجة، وهذه يعني قوة المجموعة. عاودت ولات هذيك روح المجموعة، عاودت ولات عدة أمور، ولكن نحطوا رجلينا في الأرض، مازلنا نعملوا، مازال عمل كبير ينتظرنا، نسيروا مباراة بمباراة، واللي فيها خير ربي يقدمها على كل حال. وبالحسابات في نهاية الموسم، الأهم اليوم كانت مباراة مهمة. ماش كما يقول لك مباراة متأخرة،
كانت هي اللي ترجعنا يعني نقدر نقول السباق على هذا شيء طبيعي. تقريبا 3 أو 4 مباريات الانصار معانا يدعموا فينا، والحمد لله يعني حتى اللاعبين هداوا لهم هذا الانتصار اللي كانوا يسحقوا ويحوسوا عليه المناصرين. الجوار كاع اللي كانوا رجال فوق الميدان، ميم لي سيبورتير عاونونا بزاف باش حققنا النتيجه هذه 3 بوان في بلادنا، خلينا ان شاء الله ندوا لا كونفونس في روحنا، وان شاء الله مازال جايين لي ماتش ونكونفيرمي ان شاء الله. الحمد لله ما كنسجل انا ولا يسجل جوار واحد اخر، اي حنا رانا جروب واحد. درت انا اللي عليا ومام صحابي عاونوني باش دخلت في الجروب، ان شاء الله مازال لي ماتش جايين باش نقدموا اضافه كاع ان شاء الله. بيان سير بيان سير ليكيب دخلنا الشك شويه، مي الحمد لله بدينا نرجعوا في لا كونفيونس، مام لي سيبورتير رجعوا معنا الحمد لله يا رب. ان شاء الله باذن الله ربي معنا ان شاء الله. الحمد لله يا ربي هذا بفضل الخدمه تاع لي زونترينور تاعنا فارس بالخير ورفيق صايفي وكاع الجروب. انا رانا مكونسونطرين كاع في لونترينمون باش نقدموا البليس لليكيب ان شاء الله. Thank you.